السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الفوز ببطوله قاريه. الناس كانت بتتكلم عن موسم صفر لفريق كره اليد، وكانت جماهير النادي الاهلي في حاله غضب شديد جدا لانها فقدت الدوري وفقدت الكاس، وفريقين هم اللي خدوا بطوله الدوري وبطوله الكاس. ولكن لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني الجديد واداره النادي الاهلي والكابتن خالد العوضي يعني كلهم يعني قاموا بدورهم على اكمل وجه عشان نحقق السوبر الافريقي بالفوز على الزمالك في مباراة طليق بشخصية النادي الاهلي اللي كنا مفتقدينه في فريق كرة اليد في النادي الاهلي، وجدناه في هذه المباراة. انت اخر 10 مواجهات بينك وبين نادي الزمالك 6 فوز للزمالك، 3 تعادل، فوز 1 للنادي الاهلي. يعني القصة كلها كانت بتروح لفريق كرة اليد، سيطرة في المباراة الاخيرة عامل نفسي كبير جدا لصالح نادي الزمالك. كان مهم جدا انك تفوز، وكمان الفوز يجيلك بشكل مختلف تماما عن المباراة اللي انت لعبت فيها مباراة الزمالك. انت كانت مشكلتك مع نادي الزمالك في كرة اليد ان هم بيمتلكوا الخبرات، فبتبقى متقدم طول الماتش، تصل لدقيقة 28 يخطف منك الزمالك الماتش بعامل خبرات. انت النهاردة بتطلع الشوط الاول مغلوب بفرق 3-19-16، نص الشوط الثاني انت متأخر في النتيجة، بل وصلت كمان لمتأخر ل 25-22، وكمان وصلت ان انت تلعب في بعض الاوقات باربع لاعبين في اوقات حساسة جدا حاسمة جدا، ولكن قدرت ان انت تعود، قدرت ان انت تصل للنتيجة 32-30. ثم نادي الزمالك يسجل هدف بلا اي قيمة لان المباراة كانت حسمت. مبروك لجماهير كرة اليد في النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لقطاع كرة اليد في النادي الاهلي، مبروك لمجلس الادارة، مبروك للكابتن خالد العوضي. للأمانة لما حاولت ان انا ابارك له واتصل بيه واقول له وشك حلو على الفريق، قال ده مجهود اللي سبقوني ومجهود كل المتواجدين في قطاع كرة اليد، وكمان مجلس الادارة واللعيبة والجهاز الفني. الراجل عنده حالة من انكار الذات، ولكن كان في حالة مهمة جدا لفت انتباهي ليها، ان الفوز كان لازم يكون على نادي الزمالك بكامل نجومه، مش السنة الجاية بعد رحيل الدرعين. انتوا عارفين ان الدرع يحيى الدرع واخوه اخر موسم ليهم مع نادي الزمالك وهيحترفوا، فكان مهم جدا بالنسبة للكابتن خالد العوضي ان انت تفوز على الزمالك وهو قوي وهو مكتمل الصفوف. ده كان نقطة مهمة جدا. والنقطة التانية كانت الشخصية اللي انت قدرت تستعيدها بعد ما كنت بتبقى متقدم وتيجي تخسر اخر دقيقتين، اصبحت انت اللي قادر ترجع وتفرض شخصيتك وتصل لكأس العالم. كأس العالم للأندية اللي مش جديد على النادي الاهلي في كره القدم، ولا حتى جديد على النادي الاهلي في كره اليد. 4 دي المشاركه الرابعه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ويذكر ان النادي الاهلي عشان بس الناس اللي بتقلل من شان النادي الاهلي في كره اليد، هو التحقيق افضل نتيجه لفريق افريقي في كاس العالم، وهي كانت عام 2007 الميداليه الفضيه. النادي الاهلي وصل ان هو تاني في كاس العالم لكره اليد. فالناس اللي بتتكلم كتير، نادي الزمالك نادي كبير في كره اليد، محقق 7 بطولات سوبر مقابل 2 للنادي الاهلي، ولكن فكره ان انت تبدا تشكك في فوز النادي الاهلي وتبدا تروح عملها حسن مصطفى والكلام الساذج ده. حابين نعرض لحضراتكم صوره اخر سوبر فاز بيه نادي الزمالك عن النادي الاهلي، لما احمد الاحمر تعمد شد ابراهيم المصري لاعب النادي الاهلي، ويحيى الدرع سجل الهدف اللي اطلق عليه وقتها بعض الاعلاميين ان دي كره قاضيه. فده كان فوز لنادي الزمالك في السوبر. انت النهارده النادي الاهلي بيفوز فوز مستحق. اما فكره الحديث عن فكره ان انت جايب لاعبين محترفين وفزت بالمحترفين، خليها تطلع من حد تاني غير نادي الزمالك. ومش هروح اقول لك ان انت واخد بطوله افريقيا بلاعبين محترفين في السله، لا، انا هروح لك لقصه الطايره. احتفلت بالطايره من حقك، احتفلت دوري من حقك، احتفلت كاس من حقك، فزت على النادي الاهلي برغم ان انت كنت مقدم موسم سيء جدا كموسم لفريق الطايره، ولكن يعني قواعد جديدة اتحطت في منتصف الموسم من اتحاد الطائرة سمح ليك بالتعاقد مع محترفين. احنا اخطأنا بوضوح بعدم التعاقد مع محترفين لمنافسات الدوري، فبالتالي كنت انت استفدت من الميزة دي وقدرت تحقق الدوري والكاس. فما تجيش
تقول لي او تلومني وتقول لي ان انتصارك بالسوبر الافريقي بمحترفين، لان انت كمان كان عندك نفس القصه دي وانت غلطت وقلت انا مش عايز محترفين ووثقت في نفسك، فالنادي الاهلي قدر ان هو يحقق بطوله السوبر لكره اليد. منتظرين المزيد. العاب الصالات تقدر في عدد سنوات قليله جدا تعوض فارق البطولات، ولكن لانه مش كبير، لكن على العكس تماما في كره القدم، النادي الاهلي لو قفل باب النادي 50 سنه صعب جدا فريق محلي يقدر يواجه النادي الاهلي او يقترب من ارقام النادي الاهلي، لان كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى واللعبه الاصعب كتحقيق بطولات وكتعويض فارق البطولات ما بينك وما بين النادي الاهلي. الامر صعب جدا، ولكن يعني صوره هي مش موجوده في مدرج، هي موجوده في القلب. عمرو مصطفى مراد فهمي كانت صورته متواجده في صاله في النيجر شاهده على انجاز النادي الاهلي. عمرو مصطفى مراد فهمي اللي محتاجش يالف كتاب عشان يقول ان انا كنت بحارب الفساد. عمرو مصطفى مراد فهمي اللي مش بس اصبح رمز كواحد من جماهير النادي الاهلي، لا ده بقى رمز لكل شخص بيحارب فعلا الفساد. عمرو مصطفى مراد فهمي اللي كانت قضيته ممكن تفكر كده ازاي شاب في عمره ده بيتعرض عليه او مقابل مادي بياخده كسكرتير الكاف كبير جدا وبالعملة الصعبة، ويجي يتنازل عن كل ده في مقابل ايمانه ان هو ما يتواجدش في مكان فيه فساد. رحمة الله على عمرو مصطفى مراد فهمي اللي هيفضل عايش رمز لمحاربة الفساد من غير ما يألف كتاب ولا يكتب صفحة واحدة فقط لغير. لكن عمرو مصطفى مراد فهمي يستحق يتكتب عنه كتب ويتألف عنه مجلدات. رحمة الله على عمرو مصطفى مراد فهمي، ومبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي الفوز بالسوبر لكرة اليد، ومنتظرين بطولة أفريقيا إن شاء الله، وبإذن الله قادرين على حسمها إن شاء الله، زي ما بنقول مبروك لفريق كرة الطائرة. ولكن بما أننا جبنا سيرة عمرو مصطفى مراد فهمي وحربه ضد الفساد، لازم ننتقل سريعا قبل ما نرجع للطائرة والسلة لكرة القدم والقضية الشاغلة حاليا ومحاولة توجيه البطولة ولعب النهائي في المغرب. الأهلي رافض الكلام ده تماما وأصدر بيان واضح، وواضح من النادي الأهلي وهو بيصدر البيان إن بيان بيقدر إن في 90 دقيقة لسه في الجزائر. النادي الاهلي بيطالب بتكافؤ الفرص للاربع فرق، ودي قبل ما تكون رساله للكاف، هي رساله للاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني ان المباراه دي مهمه جدا، احنا لسه لم نحسم الصعود. يمكن اتكلمت امبارح عن مباراة منتخب مصر الاولمبي مع اثيوبيا 5-0 هنا و5-0 هناك، ولكن جاني اتصال من العزيز الدكتور محمد العدل قال لي وكان ممكن الزمالك تحصل فيه مع الوداد البيضاوي المغربي لما كسب 4-0 هنا في الدور نصف النهائي امام الوداد البيضاوي المغربي، والنتيجه هناك كانت 5-1، فريق الوداد يجيب جول الزمالك بره البطوله، ولكن قدر نادي الزمالك يجيب هدف تاني وقتها مؤمن سليمان احتفل بانه دخل ارض الملعب وبالهدف ده انتهت النتيجه صحيح بخماسيه ولكن 5-2، وصعد نادي الزمالك بصعوبة بالغة. ده معناه انك لا تستهين بمباراة 90 دقيقة ما نعرفش ظروفها ايه، فكان مهم جدا. وبيان النادي الاهلي بيصدر وهو بيوجه رسالة للكاف بيقول ان تكافؤ الفرص بين الاربع فرق. طب ده هيتبعه تحرك؟ ده لازم يتبعه تحرك من الاتحاد المصري لكرة القدم، لان مطلب النادي الاهلي عادل جدا. سيبك بقى من التقارير اللي بتيجي من المغرب، المباراة في المغرب، لا المباراة بره المغرب، التصويت لصالح المغرب، التصويت لصالح السنغال. النادي الاهلي لازم يكون موقفه واضح وصريح، واعتقد ان النادي الاهلي مش هيلعب المباراه دي في المغرب ايا كان، لان اللوائح بتدعم موقف النادي الاهلي. ما ينفعش يتلعب بطولتين مرتين ورا بعض في سنتين متتاليتين في دوله واحده، وده ما بيحصلش حتى في تنظيم امم افريقيا، وبالتالي النادي الاهلي موقفه عادل جدا. ممكن كل ده بيحصل ليه؟ عشان تروح لفكره زي ما طرح بعض الاهلاويه ان انت تروح للسنغال اللغه الفرنسيه مع المغرب، قرب المغرب من السنغال، فده ايضا مفيش تكافؤ فرص، كل ده مقدور عليه، ولكن يلزمه تحرك ايضا من المسؤولين في الدوله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قرب المغرب من السنغال هيكون عدد ساعات السفر اقل، تكلفه الرحله اقل، مفيش فيزا بتحتاج تدفعها وانت داخل السنغال للمغاربه، فبالتالي انت المفترض يبقى في تواصل على مستوى رسمي من النادي الاهلي مع المسؤولين ووزاره الخارجيه ان لو البطوله دي اتلعبت في السنغال يكون في سماح للجماهير المصريه
الدخول بالتيكت، لان ده يوم واحد فقط لا غير، وباسبور وجواز السفر او الباسبور، وده يتم على مستوى بين الدول، وان شاء الله ده يحصل. بس الاول نتاكد ان المباراه تتلعب في السنغال. لكن فكره ان يبدا يتحاول ان احنا نخضع او نريح دماغنا ان المباراه تتلعب في المغرب، ده مش هيحصل. وبيان النادي الاهلي واضح جدا ومطلبه عادل جدا، وبيضع المسؤولين عن كره القدم المصريه في حرج شديد جدا لو ما دعموش مطلب النادي الاهلي العادل. على الجانب الاخر، لو المباراه اتلعبت في السنغال، لان بعض الجماهير قلقانه من القصه دي، انا اتمنى يكون في دعم من رجال اعمال اهلاويه بتحمل نفقات او جزء من نفقات السفر تخفيضا على الشباب اللي يقدر يروح. شفنا طبعا رحلات سافرت للكاميرون لدعم منتخب مصر، نتمنى يكون في رحلات زيها من رجال اعمال اهلاويه من شركه راعيه للنادي الاهلي. كمان نقطه مهمه جدا، من طيران ممكن يكون ياخد حق رعايه المباراه دي او حق الكواليس بتاعه المباراه دي بالتعاون والاشتراك مع قناه النادي الاهلي، ممكن نتصرف بالشكل ده بحيث نقلل سعر او قيمه التذكره اللي ممكن تصل من 14 ل 16 الف. يعني ده هيكون رقم كبير جدا. محتاجين الاول نضغط ان المباراه ما تتلعبش في المغرب، ثم نتحرك بنفس الاتجاه في فكره ازاي تسهل ان عدد لا باس به من جماهيرك يكون متواجد في ارض الملعب. النهارده كمان او امبارح بقى كان رئيس الاتحاد القطري في زياره للنادي الاهلي، واتكلم عن فكره وارد جدا ان هم يكلموا الكاف، ولكن الامر متاخر جدا وصعب جدا، ولكن كانت زياره تقديرا لدور النادي الاهلي وتقديرا واحتراما لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. عندنا طبعا قضيه اخرى، بس مش هنعدي بقى فريق الطايره اللي فاز 3-0 بنبارك له طبعا، ومش هنعدي فريق السله اللي اتهزم في البيست اوف 5 امام الاتحاد السكندري. كان الفوز في ايدينا ولكن اهدرناه. وكان ايضا في مشكله، وكان التحكيم المصري كره قدم كره سله في مشكله في الحكم المصري، في قدرات الحكم المصري، ومش بتكلم عن تخوين او مشابه او انه سبب الهزيمه، ولكن كان له اخطاء واضحه جدا كانت ممكن تخدم النادي الاهلي في الشوط الرابع تحديدا، ولكن دي طبيعه التحكيم المصري للاسف سواء كره قدم او سله. ولكن ثقتنا كبيره في لاعبي فريق كره السله، وقادرين باذن الله على انهم يقدروا يفوزوا بثلاث مباريات من الاربعه المتبقيتين. وكنا بنتكلم عن السوبر، كان امير مرتضى منصور بيحضر ان هو يكون ضيف مع ابراهيم فايق، وكان عاوز يروح والزمالك منتصر. بطبيعه الحال فرص الزمالك في اليد كانت اعلى من النادي الاهلي بحكم اللقاءات الاخيره، ولكن حدث العكس تماما، فراح اتكلم في سكه تانية خالص غير فكره كره اليد، وان هو قال ان طبيعه كره مفيش فريق بيكسب كل حاجه. فده طبعا كان نغمه كانت هتختلف كتير جدا لو كان فريق اليد لنادي الزمالك فاز على النادي الاهلي. لكن اتكلم في حوارات كتير باع جنش على الهوا لما تم اختياره بين ابو جبل ولا جنش ولا محمود عواد. هو شاف جنش ومحمود عواد هم الافضل بالنسبه له، حتى شاف ان محمد الشناوي لو هو لاعب من الاهلي عايز يجي الزمالك، محمد الشناوي هو اللي له مكان، لكن واحد زي ديانج علي معلول بيرستاو ما لهمش مكان. هو وجهات نظره تماما، واي وجهه نظر فنيه ما عندناش عليها اي تعقيب، لكن في مشكله حقيقيه وقع فيها لما يكون مسؤول في نادي الزمالك بيعترف على الهوا ان هو بيتفاوض مع لاعبين قبل انتهاء مدة تعاقدهم، وبيقول على بعض اللاعبين انا مش عايز اسبب لهم مشاكل مع انديتهم، وبيتكلم عن فكرة ان هو اتكلم مع رمضان صبحي في وقت تواجده في الاهلي اكتر من مرة، وكمان بيتكلم مع لاعبين في النادي الاهلي في الوقت الحالي فكرة التفاوض. وده شيء انا مستغرب له جدا، لان لو في اي مكان تاني كان المفترض يتم عقاب المسؤول او عقاب النادي والتحقيق على الاقل في الامر ده، لكن اتحاد الكرة صعب جدا يصل للمرحلة دي. ده اتحاد الكرة عنده مشكلة في فكرة الكاجوال من فكرة الفورمال. لكن قبل ما اروح لفكره الكاجوال وفكره الفورمال لتصريحات الاستاذ جمال علام، لا كان في تناقض ايضا عند امير مرتضى منصور، وهو بيتكلم عن فكره ان بيتسو موسيماني عن طريق زوجته وعن طريق وسيط تم عرض بيتسو موسيماني على نادي الزمالك، ولكن احنا ما بنعملش الكلام ده ابراهيم ورفضنا القصه دي، زي ما هنرفض اننا نجيب اي لاعب من النادي الاهلي، ومش هنعمل زي الانديه النادي الاهلي لما بيحرك بعض اللاعبين. منين بتقول الكلام ده؟ ومنين بتقول ان انت تفاوضت وبتتفاوض مع لعيبه في النادي الاهلي؟ ايه التناقض ده؟ انا عندي مشكله كبيره جدا في فكره التناقض اللي هي بتكشف مدى صدق الكلام من عدمه، لان في حاجات انا ما اقدرش اثبتها سواء كان صادق فيها او غير صادق، زي ما اتقال ان مثلا كهربا عرض على نادي الزمالك ان هو يعتذر ويرجع، فقال اه كان المفترض ده حصل، ولو انكر ده او كذب ده هقول مين الشخص اللي كان موجود معاه واتقابلنا فين وامتى والساعه كام والكلام ده كله. انا هنا ما اقدرش اجزم بمدى صدق المعلومه،
او مدى عدم صحتها. لكن لما في الاقي معلومه زي فكره انا مش هتفاوض مع لعيبه من النادي الاهلي ومتناقض ليها فكره ان انا تفاوضت مع رمضان صبحي وان كمان في غير رمضان صبحي بتفاوض معهم او في تواصل بيني وبينهم، طب منين الكلام ده؟ ده حتى بيتكلم عن رمضان صبحي وهو متواجد في نادي بيراميدز، يعني التفاوض مستمر لفتره انتقالات، ولا رمضان صبحي عقده انتهى، ولا لعيبه النادي الاهلي اللي بيتكلم عنهم عقودهم منتهيه. النادي الاهلي نجوم الفريق مجدد معاهم بشكل يعني 2024 و2025. فيا جماعه لازم تحقيق في الامر ده. ولكن خلينا نحقق الاول في امر الكابتن حازم امام. الناس لو تطلع تتكلم بوضوح وبصراحه هنرتاح. انا جيت قلت ان مع اختلافنا الكلي مع هاني ابو رضا، مع اختلاف الزملكاويه مع كابتن احمد شوبير، كانوا مسؤولين جوه الاتحاد، مش هتلاقي التصريحات الكوميديه دي. شوف انا بقول لك ايه اللي انا متفق معاه واللي انا مختلف معاه، ولكن مش هتلاقي له تصريح كوميدي. الاستاذ جمال علام تصريحاته في منتهى الكوميديا بجد، حقيقي بيتعامل مع ناس متلقين على انهم الاي كيو بتاعهم صفر، معدوم، مفيش. بيتكلم عن ان الكابتن حازم امام كانت مشكلته الوحيده ان هو يحضر مؤتمر ايهاب جلال ان هو لابس كاجوال. هو الكابتن حازم امام كان متواجد في الاتحاد وفجاه كده جاء الكابتن ايهاب جلال عليه فقلنا يلا يا جماعه نعمل مؤتمر صحفي، فبالتالي الكابتن حازم قال لهم ده انا مش جايب البدله معايا. ما الكابتن حازم امام صحي الصبح وقايم وجاي الاتحاد ولابس الكاجوال بتاعه وهو عارف ان في مؤتمر لإيهاب جلال. ما هو عارف ان في مؤتمر لإيهاب جلال، هو انتم متفاجئين مثلا كابتن حازم كان بايت في الاتحاد فاتفاجئ فقال انا قاعد بالبيجامه يا جماعه ما عنديش لبس فهلبس الكاجوال؟ فتصريحات ساذجه جدا ومثيره للشفقه مش للكوميديا الحقيقه. جماعه الامر بسيط جدا. كابتن حازم امام اعلن ان هو مش مع ايهاب جلال، تصرف واضح جدا ان هو مع مدير الفن الاجنبي، ما رضاش يروح الاتحاد عشان قصه تصويت، ولما انتوا رضيتوه وقلتوا ان بقى بركات وحازم امام هم اللي هيختاروا المدير الفني الاجنبي للاتحاد كان متواجد حازم امام، بس حازم امام هنا اتفق معاكم على فكره الغاء التصويت، احنا المسؤولين على الكره انا وبركات، لكن اللي مش متفق معاكم عليه هو ان ايهاب جلال يكون المدير الفني لمنتخب مصر، فبلاش فكره بقى اصل كاجوال واحنا لابسين فورمال والكلام اللي المفترض ما يصحش مسؤول عن كره القدم المصريه يطلع بيه. كابتن حازم امام تصرفه من وجهه نظري هو تصرف غير مسؤول، لان انا لما الاقي اتحاد كل واحد بيطلع بصوت وكل واحد بيحارب عن صوته وبيقول رايه في الاعلام ده اتحاد مش متحد، فما تستناش منه نتائج ايجابيه، وبالتالي ما تستناش منه تحقيق مع امير مرتضى منصور على فكره التفاوض مع لاعبين اثناء فتره عقودهم مع انديه اخرى، فموضوع منتهي ومحسوم جدا. ولكن نتمنى التوفيق للكابتن ايهاب جلال، لاننا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وان كان واضح على تصريحات الكابتن ايهاب جلال فيها هزه، الراجل مهتز وبيبحث عن ارض للثقه وبيبحث عن حد يديله الثقه، فبيطالب الاعلام ان هم يكونوا معاه والاعلام الرياضي ودورهم. لكن هنشوف الكابتن ايهاب جلال عنده يعني استراتيجيه لمدة شهر تقريبا 40 لاعب هيجيبهم، بعد كده لحد أم أفريقيا هيجيب 60 لاعب غير المحترفين، ده دول غير المحترفين، ولكنه تواصل مع المحترفين. نتمنى، البوادر بتقول يعني والمعطيات بتقول أمور صعب جدا أتحدث فيها، ولكن كلنا خلف منتخب مصر ايا كان مين المدير الفني، لان ده طبيعه الحال انت بتدعم منتخب مصر. لكن من الواضح ان المنظومه واضح فيها قصور، واضح فيها عدم اتفاق، واضح فيها بعض الخلل، بل ده واضح فيها الخلل بشكل كبير جدا. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر ونتمنى الاصلاح، ولكن عندنا النادي الاهلي بيصر على الجانب الاخر، فكره التعاقد او الاعتماد على تحكيم اجنبي لمبارياته في الدوري، وده التصريح اللي خرج من المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي مع الزميل ابراهيم فايق. وبعثه النادي الاهلي هتكون برئاسه المهندس العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للحاله الصحيه للكابتن محمود الخطيب اللي وارد يلحق بالبعثه ويحضر المباراه، ولكن كلنا ثقه في المهندس عمري فاروق رئيسا للبعثه، وكلنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللاعبين، هيسافروا بكره ان شاء الله يصلوا بسلامه الله الى الجزائر، وباذن الله يرجعوا من هناك ومعاهم بطاقة التأهل للمباراة النهائية. ونشوفكم دائما وأبدا، والأهلي منتصرا، الأهلي فوق الجميع.